وشغل الطفل السوري أيلان العالم بعد انتشار صورته على الشاطئ، لكن للفت أنظار الرأي العام العالمي أكثر نحو القضية الإنسانية السورية، قام الفنان البوسني جاسينكو دوردوفيتش بنحت مجسم له، لكن على ماذا؟ على رأس قلم رصاص. يا سلام، إذن دوردوفيتش بدأ النحت مشاهدين على أقلام الرصاص منذ 6 سنوات، ويستخدم هوايته تلك للتوعية الاجتماعية. يحتاج 10 ساعات من العمل المتواصل لكي ينجز الشكل العام للمجسم أو التمثال الذي يرغب في نحته، ومن ثم ليومي عمل آخرين للانتهاء من كامل العمل الفني. طبعا تم عرض المجسم الذي نحته دوردوفيتش للطفل إيلان في إحدى منظمات حقوق الإنسان التي تنشط في النرويج. رهيب، جميل. يعني يمكن صرنا نلاحظ انه معظم الهوايات اللي صرنا نشوفها والفنون اصبحت تصف الجانب الانساني. صحيح. وتعكس القضايا الانسانيه، وهذا شيء ملفت فعلا. وهذا المطلوب صفاء، لما بيكون في اي انسان في عنده بالفعل هوايه معينه، مهاره معينه، انه يستثمرها يعني في القضايا الانسانيه وفي التوعيه الاجتماعيه. تحيه له لانه عرضها في النرويج، وبالمناسبه يعني هي هوايه ملفته وتلفت الانتباه، يعني مش هوايه عاديه، فيعني ما شاء الله عليه، وبالفعل تحيه له.